أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أنقل لكم تحيات الشعب الفلسطيني الصامد المرابط الذي يدافع عن أرض الإسراء والمعراج وعن مصرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمصلين في المسجد الأقصى المبارك الذين يصلون إليه رغم إجراءات الاحتلال التي تمنع أبناء الشعب الفلسطيني من أداء صلواتهم في أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. السيدة الرئيسة مريم رجوي، نعم عودتينا أن نلتقي على هذه المائدة الرمضانية لنتكلم عن سماحة الدين الإسلامي العظيم في قيمه التي أرست التعايش بين بني البشر على أسس من العدالة والمساواة والحرية ونبذ التطرف والإرهاب وإقصاء الآخر. اسمحي لي أن أتحدث عن حديث حدثني به الشهيد الرئيس ياسر عرفات، بعد نجاح الثورة الإيرانية التي اختطفت من شعبها ببدعة ولاية الفقيه، قال الشهيد ياسر عرفات أنه زار طهران بعد أن حولوا السفارة الإسرائيلية إلى سفارة فلسطين واستقبل استقبال الأبطال والتقى بالخميني، وقال لي أنه منذ بداية اللقاء اختلفنا، فقد حاول أن يتدخل في الشأن الفلسطيني وكأن القضية الفلسطينية ليست شأناً فلسطينياً، فغضبت وخرجت وأنهيت اللقاء وخرجت من مكانه وقطعت علاقتي مع نظام الخميني، وبدأت علاقتي مع مجاهدي خلق التي قامت بهذه الثورة واختطفت منها ومن سائر أبناء الشعب الإيراني ببدعة ولاية الفقيه. نعم ولاية الفقيه مصادرة الرأي، القضاء على كل قيم الإسلام في الحرية في المساواة في قبول الآخر. وقال لي أن مجاهدي خلق هي التي تعبر عن تطلعات الشعب الإيراني في الحرية والاستقلال والمساواة والحياة الكريمة. ومنذ ذلك اليوم وأنا أقف مع مجاهدي خلق. نعم إن بدعة ولاية الفقيه ليست من الإسلام في شيء. أين هم من قوله تعالى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى؟ نعم هذا قرآن يتلى إلى يوم الدين، حتى هذا خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أفضل خلق الله أن يرجع إلى شعبه وقومه في أمور الدنيا ولا ينفرد في كثير من الأمور. الحمد لله الذي وحد هذه الأمة بعقيدتها وبأصول شريعتها وجعل الاختلاف بين أبنائها في بعض الجزئيات رحمة. نعم، إن هذا النظام الذي اختطف الثورة الإيرانية وبدأ يتدخل في شؤون الشعوب في منطقة الشرق الأوسط، فكان الرئيس ياسر عرفات بنظرته الثاقبة قال لي إن هذا النظام سيفسد المنطقة بكاملها بدعوى تصدير الثورة الإسلامية، وهو يريد أن يهيمن على المنطقة بكاملها وأن يثير الفتن بين أبناء شعوبها على خلفية الصراع المذهبي والطائفي. نعم، وقد كان ما حدثني به الرئيس الشهيد ياسر عرفات. الآن ما حصل في العراق من اقتتال وقتل على الهوية وتدمير لبنيتها التحتية واستيلاء على ثرواتها إنما كان بمؤامرة دبرت، وكانت إيران نظام الملالي طرفاً فيها. وما معنى زيارة الرئيس السابق نجاد إلى بغداد في ظل الاحتلال الأمريكي إلا أنها كانت طرفاً في تدمير العراق وقتل أبنائه. وما يجري الآن في سوريا، قتل أكثر من 100,000 سوري بدعم من النظام الإيراني، نظام الملالي بالمال والسلاح وبالحرس الثوري الذي قتل ودمر المساجد والبيوت على أهلها وقتل النساء والأطفال والشيوخ. أما بالنسبة لفلسطين، نعرف أن هذا النظام قد كان سبباً في انقسام بين قوى العمل الوطني الفلسطيني ودمر الوحدة الوطنية الفلسطينية التي نرتكز عليها في مواجهة الاحتلال الصهيوني. كما أن ولاية الفقيه بدعة ابتدعها زوراً وبهتاناً على هذا الدين العظيم، فقد أعلن أن يوم الجمعة الأخير من كل عام في رمضان يوم القدس العالمي منذ أكثر من 30 عاماً. ماذا فعل القدس غير المسيرات والمظاهرات والشعارات؟ إنه يتاجر في القدس وفي القضية الفلسطينية. ماذا فعل إلا أنه مزق جسد أبناء فلسطين بهذا الانقسام الخبيث الذي دمر وحدة أبناء الشعب الفلسطيني. فلسطين لا تحتاج لمسيرات ولا شعارات، تحتاج لدعم، تحتاج لتجييش الجيوش لتحريرها من الاحتلال البغيض. نعم، ما هذه الشعارات إلا للاتجار بقضية الأمة المركزية، قضية فلسطين. أما بالنسبة لإخواننا أعضاء مجاهدي خلق في مخيم لابرتي وفي مخيم أشرف، هؤلاء الأبطال الذين يتعرضون لمؤامرة خبيثة من نظام الملالي بالتعاون مع نظام نور المالكي للنيل من صمودهم
للنيل من وجودهم على أرض العراق الشقيق الذي فتح ذراعيه لهم والذين عاشوا بين إخوانهم في العراق حتى يتحرر الشعب الإيراني من نظام الظلم والاستبداد. نعم، وأنا كعضو في اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن سكان أشرف أتوجه لكل الشرفاء في العالم أن يقفوا مع هؤلاء الأبطال، أن يمكنوهم أن يعودوا إلى مخيم أشرف، لأن مخيم لبرتي يفتقر لأبسط حقوق الإنسان وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم من علاج وأمن وغذاء. نعم، نقول للعالم أجمع أن أعضاء مجاهدي خلق في مخيم لابرتي يستغيثون بكم، ينطبق عليهم جميع القوانين والاتفاقيات الدولية، لا يجوز أن يتركوا، لا يجوز أن يتركوا وأن يقتلوا هكذا بقذائف الهون التي تأتي من كل مكان عليهم بمؤامرة خبيثة من النظام الإيراني، نظام الملالي ونظام نور المالكي. ونسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في العشر الأواخر من رمضان، أيام ليلة القدر التي يستجاب فيها الدعاء، أن يحفظهم وأن يحميهم وأن يرحم شهداء إيران وشهداء فلسطين وشهداء سوريا والعراق وتونس ومصر. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.